المناسب احسن من الاصل. اصلي على الخوت اللي صورت معكم ديال السيد ما بين 80 و 96، هي هذه السلعه ديال زيد تكون غاليه. ماشي نقول نكذب، انا نكذب على 200 الف واحد ياك. الثمن مناسب اللي بغى يعيط يجي مرحبا. هو يجي واحد السيد اخر انت بشحال شريتيه؟ قال لي ب 45. مشى قلب قال لي انت هذه ويدير على الاجاره ما تبانش طيبه هذيك. الله 74 علاش حامله ولا اش دايره؟ داره اجت ولد لا جاب 74 شنو يا خويا؟ يعني انه الكسبه اللي عندهم تتولي عندها الثمن ترتفع. يعني معناه انه الدوره الاقتصاديه تتكلم دعم ديال 500 درهم نورمال يعطوها للكساب. الله يرحمه الكساب. دابا هما دعموا ماشي الدوله راه دعمت. ما عرفوش فين يدعم. ما عرفوش فين يدعم. دابا ولاو حاولوا يسردوا دوك الخوت. الناس اللي كتسول لا الناس اللي كتسول على العجله والعجل الصغير غادي نشوفوا معكم، نديروا معكم شي دويره ان شاء الله في السوق هنايا نشوفوا معكم الثمن اش كيقول هذا الخير هذا. ما تنساوش تبارطاجيو معكم الفيديو مع خوتكم واصحابكم واحبابكم ان شاء الله غادي ندوروا الرحبه. حاجه واحده اللي نوصيكم منها الخوت حديو من العيب. ونسولك واحد القضيه، كاين الناس اللي كتبيع العيب في الرحبه مع الخوت. حنا نقشبوا معكم خوتي المتابعين، نقشبوا معكم شويه. هذا السيد كان في الرحبه وكيعاود لينا القوالب ديال الرحبه والتشلهيب ديال الرحبه والخبايا ديال الرحبه. عاود لينا عمي انا مسكين بعوليني. والحمد لله ملي رجعتي لينا وليتي مع المسلمين. كنتي مع من كنتي؟ مع اليوم. الحمد نشوفوا معكم هاد العيال بشحال غادي. هاد الخريف جوج خرفان بعد ما تبانش في الفيديو. بلاش سير سيدي الله يتقبل. سير زيد سيدي زيد شحال سيدي؟ تعال السلام عليكم. 110 بجوج 110 55 55. كي جاك السوق سيدي لداخل؟ شويه السوق ناقص شويه. كاين اليوم العيد سيدي؟ ايه العيد غادي. شحال قال لك في الاول الثمن؟ قال لك 130 140. نوريكم الخروف سيدي. هذا وهذا 110 بلاتي انت بلاتي 110 بجوج بهم 5500 درهم سيدي. الله يتقبل الله يتقبل الله يسهل. هاد الجوج خداهم 110. شوف هاد الخير بشحال غادي. تبارك الله تبارك الله. بلاتي انت بلاتي هاي جايه ب 40 3400 بلاتي انت بلاتي 3400 هذا سيدي بشحال هذا؟ 82 4100 درهم. مليح رابطين. نشوفوا معكم هذا السيد هذيك سيبتو هذيك الثمن ديالها شحال كيقول. خليكم معنا الثمن ديالها غادي يقول لنا الثمن. السلام عليكم. شحال الثمن؟ 170 78 3900 درهم. شحال عطاوك؟ عطاو 3600. الله يسهل. الغنم شويه قليله في السوق اليوم هنا. الله يسهل عليك اسيدي الله يسهل عليك. شريك شحال؟ 80 هذا 80 وهذاك 4000 درهم. الخوت كنتوا واجدوا في السبت الدويب اليوم ان شاء الله. عطونا واحد لايك وقولوا لنا شنو رايكم بالاسعار، واش مناسبه نفس الدويب ولا لا. الله يسلم عليك. اش داير في السن؟ ثني. الله يسخر وجبتي سيرتي انت وسي. نوريكم العرض ديالو الخيرات ديال دكال هذا. بلاتي ابويا بلاتي. اه شدك انت؟ ما شادكش ما شادكش اسير. هذه راه قايل لك 74. حنا غنشوفوا الثمن ديالو شحال. كاع 74 الخوت. هذه شحال تقول فيها؟ 37 بدريه. هذه ما فيهاش الغش كتبان على حقيقة. 37 الثمن اللي ثابت شحال؟ 74. لا غليتي غليتي ابويا غليتي. 74 بزاف. حوليه ب 74. كي جاك السوق اسيدي؟ هرمتي
ما تيقتي واش خروف ولا خروفة؟ رباعية ناجحة هاك هاك واش قول لي رباعية نعجب 74 نعجب 74 علاش حاملة ولا اش داير؟ دارة نعجب 74 شنو يا خويا؟ قول لي شنو؟ دايزة في العيد هذه يا بويا الله يسهل عليك الله يسخر لك 74 اخو 12 مولا انت شحال شحال باعوا؟ 76 السلام عليكم شحال ديت يا سيدي؟ 76 اخويا داب 3800 درهم شحال قال لك في الاول؟ اجانا الصراحه هذا ما كذبش علينا صور معنا سي صالح واحلف هو هو اللي كيتحمل المسؤوليه الله يسخر الله يبارك دا الفريال الله يتقبل سيدي الله يتقبل حاولي سردي دكاري الله يتقبل سي الله يسهل عليك يا مولاي سي الله يسهل المناسب السلعه الخوت اللي صورت معكم ديال السيد ما بين 80 و 96 هي هذه السلعه ديال زيد 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 ازيد من هنا زيد من هنا بلاش بلاش هاي السلعة تبارك الله اللي قد صورت معكم وخليت لكم النمرة ديالو غتلقاوها وصل الفيديو تبارك الله خليك خليك زيد 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 تبارك الله هاد السلعة اللي عندي هادي نخلي لكم كاين الفيديو كاين الفيديو باش تفرجوا فيه باش تواصلوا مع تصوني ولي ان شاء الله الله يسهل على مولاه شحال داب شحال ديت شحال ديت يا بويا شحال ديت يا بلاش بلاش شحال ديت يا شحال ديتي ورينا الحولي بشحال دا هاد السيد هذا غادي يبين العيد كي داير السوق اسيدي لداخل مزيان ثمن شحال 54 2700 سي الله يبارك سي الله يتقبل اسيدي وهادي شحال اسيدي هادي هادي هذا 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 خد زين هذا شحال هذا؟ مات يا خويا قبيح عندك هذا ها؟ قبيح كان غادي ينطح لك شحال؟ عندنا شحال؟ هذا ما هذا الثمن اش كتفكر؟ ما تزيد ما والو لا لا والو 80 قل جوج 80 قل جوج 78 وهذا سيدي شحال؟ قبيلة هذا شحال؟ تعاون شحال ديتي الليل؟ 55 الله يبارك الله يتقبل سي الله يسهل الله يسهل عليكم كيجاك السوق لداخل اسيدي السوق كاين ثمن كاين كاين السلعه السلعه موجوده ولكن كاين ثمن كاين ثمن كاين ثمن اول سوق عندك ولا درتي السوق؟ كدور السوق هنا 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 السوق كل سوق كنجي ليه وزان الله يسخر الله يتقبل اسيدي الحمد لله كاينين الحوليات الخوت الناس اللي كتسول على الحوليات كاينين هادو باربعه بهم كيقول فيهم 5000 درهم الخوت اربعه الحوليات 5000 درهم حوليات صاف لا باس عليهم يعني فيهم كاين ما يدار فيهم ثابته شحال ثابته؟ شحال اللي ثابته؟ اللي ثابته هي السر 5000 اللي ثابته فيهم هذا الخير هذا ثابته فيه 5000 مازال هي راهي معك الله يسهل عليك المرضيك خير بلاش 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 خلي نشدو بعدا السلام عليكم شحال ديتي يا سيدي؟ هذا 68 3000 اخوت و400 باش دا سي الله يسخر الله يتقبل لك اسيدي شحال قال لك في الاول سمح لينا الله يعطيك الخير شحال قال لك في الاول قال لك 74 ديتي 360 قال لي 74 دار 360 وابويا الله يعطيك عطينا شويه ديال التيسه الله يسخر نديروا مقارنه بين الثلاثه والحد ما كاين لا حيدات قول الغلم غالية وصافي فهمت ما تقولش الغلم رخيصة لا راه خاصك تقول رخيصة باش يجيو لا تقول غالية 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 ماشي نقول نكذب انا نكذب على 200000 واحد ياك الثمن مناسب اللي بغى يعيط يجي مرحبا كيقول 112 5600 رخيصة ما بغى واحد ما بغى واحد 112 هذا راه خير ربي الله يسهل وجبتي سير خوت هذا قال لنا السيد 82 اللي شافت كيقول 82 اللي ثابت الله يسخر المولى السوق نتاعي كتباش بزاف ثمن ثمن شحال
هذا كامل ديالي. لا لا 3900 قلتي لي شحال ثابته؟ 78 اللي ثابته الله يسهل وجبتي سي. اسمح لينا السلعه ديال الكساب ديال الخوت مولاها غادي يقول لنا الثمن ديالها بشحال. السلعه دمانيه نشوفوا معكم الثمن ديالها. انا اللي كنشري كسبتك اسيدي هذيك شحال ثابته؟ شحال شحال ثابته؟ شحال 76 سلعتك هذه اخويا كسبتك ياك كسبت هذا الخوت. هذا السيد كساب لو بغيتو تواصلوا معاه نخلي لكم التليفون ديالو تواصلوا معاه. عنده تقريبا عندك شي حاجه في الدار ولا شي اللي كاين؟ مازال سلعه بحال الدمانيه مازال. خلي لهم التليفون 06 68 34 69 89 عندك خلف بن يخلف سي الله يسهل. السلعه اللي عنده الخوت هي هذه السلعه اللي عنده. هذوك كاينين دابا شي 6 الحبات باقي عنده في الدار. الله يسهل عليك المرضي الله يسهل عليك. غنشوفوا معكم السلعه المتوسطه الصغيره الخوت ماشي المتوسطه سلعه صغيره بزاف ونشوفوا معكم الثمن ديالها شحال كيقول. السلام عليكم. نقول 48 48 عطيني في 40 شحال عطاوك؟ 40. السلعه صغيره ومتوسطه قليله في السوق. كاينه في السوق قليله 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 ولكن مليحه. الناس اللي كتسول عليها بزاف شويه ناقصه الثمن ناقصه في الملوحيه. واللي بغى يعيد دابا شحال 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 جادو؟ 36 37 تعيد لي ولكن الانسان لا كان شويه لا كان الحاله ضعيفه ولا شي حاجه تعيد لي 36 37. نشكرك اسيدي. الثمن هذا قلت لي 48 هادو هادو ذك لي ولين شحال؟ 42. اش مالك ابويا؟ اش مالك في الثمن؟ الثمن غالي اخويا مازال الكبير يتشد اما الصغار غاليين بزاف. الكبير ما فيهم السومه الكبير فيهم السومه ما فيهمش صغار قدر يرجعوا قدر يرجعوا يرجع شويه. خليكم معنا ندورو السوق ان شاء الله. شكرك اسيدي شكرا بارك الله فيك. خليكم معنا مازال ندورو السوق ان شاء الله ونشوفوا معكم الاثمنه ديال الحواله الخوت. ما تنساوش تبارطاجيو معكم الفيديو مع خوتكم واصحابكم واحبابكم ان شاء الله غادي ندورو الرحبه. حاجه واحده اللي نوصيكم منها الخوت حديو من العيب. ونسولك واحد القضيه كاين الناس كاين الناس اللي كتبيع العيب في الرحبه. اه كاينين ولكن ما خدامش ما داكش ما خدامش ما داكش. كاينين وحدين مخلطين فيكم شي رساله للمشاهدين ديولي. اه كنتمنى من الناس هذا اللي كيدير هذا السيد راه مزيان هذا الشيء ولكن الانسان اللي كيدير الديفو راه ما خدامش ليه. اللي بغى يتقدى شنو يجي مع شي واحد كيعرف في السوق؟ ضروري واحد يكون يعرف الخروف ضروري. ايوا يجي مع حريف ضروري يجي مع واحد يعرف يكون الخروف ضروري. نشكرك اسيدي الله يسخر الله يسخر. كما سمعتوا الخوت ضروري يجي معك شي واحد كيفهم في السوق ولا ضروري غتاخذ العيب وخا دير راسك فاهم. يلا اخر مره تقريبا واحد السيده خدات حوالي ب 64 باعوا لها محصور داتو للدار لقاو البوا في السوق ديال الحد ولاد فراجه الخوت باعوا لها حوالي محصور ب 64 تقريبا 66. ديما قدي معك واحد كيعرف في السوق وخا تعرف تتعيا يقول بوك ياك اسيدي. انت يا حريفي ولا بيع وشري ولا شكد؟ حنا بغينا نشريو اخويا لقينا شويه الثمن الثمن زيد شويه زيد شي شويه كله. اش بان لك في الكسيبه هذا العام مزيانه ناقصه شويه؟ الكسيبه الكساب مسكين محن ماشي الثمن كنهضر على محن الحقيقه نقولوا الكساب كيشري العلف غالي وشوي الدعم ما كاينش والله يحسن العون. كاين الحريفيه هما اللي كيزيدوا السوق كيزيدوا في السوق. الحريفي غادي يشري بهيمه يفك منها الكساب مع 12 ديال الليل جيت تا تنعس على خاطرك تجي كيدي معك 50 درهم ولا 100 درهم. بعد الحريفيه اللي كيخافوا الله واللي ما كيخافوش الله راه يزيد عليك حتى 1000 درهم. لا ما كاينش هذاك الشيء ما كاينش هذا. نشكرك السي. الحريفيه يدوا 1000 درهم كاع نسبيو حرفتنا ونجيو نديروا بيع وشرا. كنشكرك اسيدي كنشكرك الله يسخر. 48 هذا اسيدي 48 وثابته شحال؟ 48 شحال باغي انت؟ 50 باغي 50 48 اللي ثابته الله يسهل عليك المرض. الدهب 3150 درهم الاول في الاول شحال قال لك؟
في الاول شحال قال لك؟ قال لك 68، ديتي ب 3150. الله يتقبل اسيدي، الله يسخر فيه. راجعين اسيدي هادو ياك؟ راجعين راجعين هادو. شحال اسيدي شحال ثابت ما فيهم؟ هذاك الاولاني اللي شاد السيد؟ لا 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 اللي ثابته، اللي ثابته سيدي شحال؟ هذا اللي شاد في يدك. بزاف. يشوفوك يشوفوك المغاربه كاملين. لا لا انت ما كذا. هادو هادو الثلاثه الاخرين شحال؟ الثلاثه الاخرين عاطينا 400000 فرانك. 400000 فرانك، الله يسهل. بس بس بس. منا اشتراش عندك؟ منا اشتراش؟ تبارك الله، سلعه زوينه هذه. منا اشتراش عندك اسيدي؟ مناش؟ منا اشتراش؟ كسيبتك هذه؟ خلي لهم التليفون. 06 91 52 15 67. عندك مرقد؟ اه مرقد على ولاد بوعزيز. ولاد بوعزيز. شد شد عليك شد خليك خليك. الخير او فين؟ السلعه اللي عندهم. خاصكم شي حاجه تواصلوا مع هذا، راه كسيبتوا هذا. الله يسهل. ما كذبتيش علينا، كسيبتك اسيدي. سير الله يسخر، سير الله يسخر. الله يسهل، سير الله يسهل. شحال داهم هذا شحال؟ 90 جوج 4500. ما غليتيش فيهم؟ 90 45 لواحد 4500. هاتا الخوشة هادو خداهم ب 4000. الناس اللي كتسول على السلعة المتوسطة، هادي هي السلعة المتوسطة الخوت. الناس اللي باغي يشري السلعة المتوسطة هي هادي. شي حاجة أخرى راه كاينة فوق 80 90 70 هي القليلة، أما السلعة المتوسطة هي هادي اللي كاينة الخوشة. كاين هادو كاين شي حاجة أخرى بحال قريبة ليها ما بين 60 و 70. الله يسخر. شحال هادو شحال؟ جوج 41 لواحد. الله يسهل. كيقول 58 لا 50 56 معطيه باقي ما عطاك 56 فيه. لو قطعك 56 تفك او ديرك تفك ب 56. انت كتقول 58 يعطوك 56 تفك. ما عمره ما يعطوك 58 باش تعرف. كان جاري السوق انا تقول لك 58 يعطوك 58. ها انت باغي 58. الله يسهل عليك، سير الله يسهل عليك. قلت لها اليوم انت تحاولي يعني انت حابه حاولي وجا جا مولاها بقينا دراوين كيما هكا. قال لي هذيك هذيك الحوليه شفتيها قلت لي مزيانه انا. هو يقول لك هو يجي واحد السيد اخر انت بشحال شريتيه؟ قال لي ب 45. مشى قلب قال لي تي هذه درا نعجره ما تبانش طيبه هذيك. الله يرحمك. خوتي حضوا راسكم، هذا السيد هذا راه عدوا شويه مع الغنم، كيفهم شويه في الغنم، وعطيكم رساله، رساله للمتابعين، اعطيها لكم باش ما تمشي تشري ما ديرش راسك فاهم، خاصك دي معك حريفي، وهذاك الحريفي خاصك يكون من العائله ولا من الدم باش باش يشري لك. لا هذه ماشي راكب لك بقره الفم قليله. اش كبيره اش كبيره؟ يعني بقره راكب لها الفم. الفم الفم اي مالك ودير لها هكا انت كي دايره. سمعوا الخوت حنا نقشبوا معكم خوتي المتابعين، نقشبوا معكم شويه. هذا السيد كان في الرحبه وكيعاود لنا القوالب ديال الرحبه والتشلهيب ديال الرحبه والخبايا ديال الرحبه. عاود لنا عمي انا مسكين باعوا لي نعشه عرفتي داع غتولي عرفتي جابها طاير من الفرحه. قال لي بودي شنو قال لي ارمي عيا نقلب لهم بالفم تقول ما عندي تسنى. قال لي ولي ما عاود سنانها قال لي حيدو ولا وليد عندك انا قلت له عمي هذا قوي المو شحال بيع والي؟ بيع والي 24 يورو في دار غتولد ولكن راه الفم ما كايناش. هو قال لي راه 40 ايام نقلب له الوالد الفم هذا وقال لي ما كاين فيه تسنى. قال لي الوصف اللي كان كيشري فين كان ما قلبش؟ قال لي انت راه راكب كيركب ولا راكب الفم هذا كيشري ولا شنو؟ قال لي راكب له الفم راكب له الفم راكب له الفم. ملي كيبيعوا لك في الاخر تخلصوا معاك ويدي تروحوا كاين صلى الماء او صافي ضربك كميه عمار شنو راح بوا اش كتشوف فيهم هما دابا ولادهم كيجيو محواقين وكيجيو سالوا فيهم. اه عندك الصحه سيدي عندك الصحه. يعني ولاد اللي كيقولوا اغلبيه سبحان الله كيخرجوا اه كيخرجوا كلهم كيجيو ما ولاش كيد تخوك مسكين. كيفاش كيفاش تخرج يوم الرحمه خويا الحلف ها آه؟ حلف حلف اه واش هو واش واحد الراجل يحلفها الكذوب ولا هو
الراجل حدايا شرا عجل 160 وكيحرم في ولادو كيقول لي والله العظيم لا جابني اختي لي من البلاد وحدا الخيمه. أيوة. هذه كي تعطى لي قال لي كون ما كانش هذا خديني والله من بيها وانت شاري ولا خويا بصراحه باغي 4000 باغي 6000 الناس عجبتهم الخيمه. شي رساله للمتابعين ديولي اللي بغاو يشريو العيد كيفاش يديروا؟ انت كنت في الرحبه وعندك شويه ديال الشطاره ديالك عطيهم شي ميساج كيفاش اللي بغى يشري الحوله كيفاش يدير؟ الحسران هو الاول. هذا مالي ادوا هذا الحسران يغلق لي نيوفو تيبول زيرو تيبول هذا اللي بغى يشري اذا ما بارش بغى يشري يشري والمستوف والمستوف راه غتاخذ البيم وغتعطي العربون وتخرج الرحبه ظهرك نقص هرب عارفين ناضي ظهرك بدا يدير حدا رجليك راه بعد منه بحال هذوك النعاج اللي كيديروا القايله في الشمس هذاك بعد منه ذلك الخروف غادي عندي شنو من العيون الاخرين اللي يخاف منهم؟ والبيم تكون قرطيطه هذيك تبان كاين ولا دابا الحبوب ولا البيم فيها الحبوب دابا اكثريه تقلبوا من البادره من التحت كاين الحبوب سم هذاك الحبوب ماشي مشكل والعمى وثاني العمى بعد العمى هذه اللي عندي فيه مشكل العمى كيفاش يقلبوا؟ ضروري هو باش يتقلبوا قدامه غنجي قدامه ونطلقوا ونخلعوا ها الا رمش ولا شي حاجه راه هو تخلع راه هي كيشوف يعني رمش وتخلع راه مزيان لا ما تخلعش ما رمش ما والو راه صافي راه العمى تا هو الخوت ما دايش هادشي راه حرام بنادم اللي كيجي تعفى عليك الله مشيتي خديتي تسكتي الطاكسي بعد هنيتي شويه بعدا ان شاء الله بارك اللهم ست انا درت تم جيب حتى كاين اللي كيتم غادي يشري بالحليب بحال هذا اللي قال لك حولي كاع بيع بين عشرة راجل غادي يبيع لوليداتو اش غايقول لوليداتو؟ حتى عندك 20000 مسلفهم ولكن ما يديرش راسو فاهم يدي معاه معلم ولا حريفي ولا شي حاجه انا جيتي انت غندي معلم ولا اخر غيدي معلم ولا غيبقى هذا هو المعلم المساكن درهم عطيها للمعلميه راه المشكله هذاك الحريفي يقدر يديك عند صاحبه وانت ماك راه طيحوك في الرحبه على فمك ترى بيناتكم انتم سبحان الله كتبيعوا بالصفه وبالنيه وب 1000 ريال ديال الرباح وجي العياد تزيدوا لي 1000 درهم 500 درهم بركه بركه انت درك شكون يزيد في الغلب؟ انا شنو عقلي زاد زيد بزاف وكان كيتخرج معك في الرحبه لا انا كنت عندي غير عجول انا ما اي شحال تخرج معك في النهار 2000 درهم 3000 الله يعاونك لا لا ما كانش الحساب ولا كنت 3000 درهم راه تا شهرين كان المخير كاع يخرج 50000 فرانك تاخذ عجول 50000 فرانك 50000 فرانك الخير والبركه راه فيها ثلاثه ديال الناس احسن من مهندس راه فيها ثلاثه ديال الناس مهندس وما يشدش الثمن راه فيها ثلاثه ديال الناس كتكونوا نتوما ثلاثة. وهذه راك تغلي الحولي في راسك راك تجمعوا. سي الله يسهل. الناس اللي كيشدوا ثلاثة يشدوا حولي يزيدوا كل واحد يزيد 100 درهم ديال الرباح ديالو، هاي تزادت على العيال 300 درهم ديال الرباح. واعرة خويا هذيك الرحبة واعرة. سمعت؟ واعرة بزاف. الحمد لله من اللي عفا عليك الله أنت من هذيك الرحبة. راه قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد الحديث بأن أشر البقاع في الأرض هي أسواقها، يعني الشر اللي كاين ما كاينش شر من السوق فيه الشر. لكن خاصو ما يكونش. قال العام خاصو ما يكون. علاش؟ والله الناس ما عداش. الناس مقودة على بشر ما عداش الناس. الله يحسن العون. راه الناس مسؤولين زيرو. لا شغل زيرو الدوره خلينا نجاب العد كوري ديال الغلم تيرمي ديال الغلم هذوك الفلاحات انت شوف يعني في السوق يعني انه الكسبه اللي عندهم تتولي عندها الثمن ترتفع يعني معنى انه الدوره الاقتصاديه تتكون دعم ديال 500 درهم نورمال يعطوها للكساب ما يعطوهاش الله يرحمه الكساب دابا هما دعموا ماشي الدولة راه دعم ما عرفوش فين يدعم دابا ولاو غير سمعتي بان الحولي ديال الصبريول كان كيقولوا 1500 هو اللي تمشيتي للسوق ب 50 60 70 الله يرحمه هذاك هو دعمه هو الدعم مقدم الله يخلي على السردي يمشي ياخذ هذا شوف كلشي كون هو الدعم ب 30000 راه الدراويش كلشي مساكن يعيط ولكن انت ملي تقول لي 50000 54000 وما كاينش شيء تا هو الخروف ناقص وما فيش
وما تعرف ولحم وما تعرف كيخرج وراه هما كيما باعوا لينا العجوله ديال الصبانيول مزيانين صراحه الحمرين هيا كنعيدوا بهم كنا ندبحوهم كنا ناكلوا لحمهم زين ولكن هذا الشيء ديال الخروف كيبان لي يمكن واقيلا غيكون زين تاعو بحال والو ما والله كيطلعوا لك العجل مزيان راه غيطلعوا لك حتى الخروف مزيان هما راه عندهم عند الخرقان ما تنساش مشكور مشكور يعني مشكور العرف ديالهم المنتوج ديالهم معروفين هما مزيان اسيدي كنشكروك على هاد الصراحه ديالك والمصداقيه ديالك والحمد لله ملي رجعتي لينا وليتي مع المسلمين كنتي مع من كنتي مع اليوم الحمد لله ملي رجعتي لينا خوت هاد الفيديو هذا بغيت الناس تفرج به باش تفيق انا راه دابا واحد السيده باعوا ليها تقريبا حوالي كدا ما عرفت ما بين 64 66 وملي داتو للدار لقاته محصور مسكينه يعني المحصور ما عنده دواء ويخنز ويبقى تيموت دابا كيولي كيبول لداخل اللحم ديالو كيزراق وصفار كيبول لداخل بيدات ديالو لداخل كيصفار كيصفار اللحم ديالو كتقول لي كتولي فيه الحروريه مار صافي كيمار صافي عاد هو مون شو لي شو لي المراره المراره باش تعرفوا المراره صافي عنده نهار ديالو لما عاش النهار ديالو صافي كيموت عنده نهار ديالو صافي كيموت في نهارو احنا وصلنا كنا في سبت الدويب الخوت حنايا كنا في سبت الدويب حنا دابا غادي شادين الطريق الجديده حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش الناس ديالكم باش الناس توعق باش تعرف حيت كاع تقريبا كاع كنفهموا ولكن ملي كنجيو تلعب الرحبه الرحبه صعيبه شويه الرحبه ديما فيها الجديد في الخبايا والاسرار يعني تدخل الرحبه تقدر تقولب من الاحسن بارطاجي مع خوك المعلومه واحد ولا بغيتي تشري من الاحسن دي معك حريفي من الاحسن واخا تعطيه 200 درهم يستاهل المهم ما ديرش راسك عارف وصنطيحه وباغي تبان وتمشي يبيعوا لك واحد مسلو ولا واحد محصور وهادو من هاد المرض هذا منتشر بكثره ديال المحصور والمسلو خاص المحصور بعدا ما بقى عنده دواء ما بقى عنده ماكله ما بقى ما دايز لا في تبيعها لا في الجزاره المستو بعدا دايز في الجزاره تقدر يذبحوا الجزار يبيعوا اما المحصور ما يتباع لا عاد جزار لا عاد عياد والو خوت نشكركم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتخليو لنا واحد لايك السلام عليكم حاولي سردي دكال خوت الناس اللي كتسول لا الناس اللي كتسول على العجله غير غادي نشوفوا معكم نديروا معكم شي دويره ان شاء الله في السوق هنايا نشوفوا معكم الثمن اش كيقول هذا الخير هذا سيدي شحال تقول فيهم هذو كلمه الصدق الله يعطيك الخير صدقنا وهذه كنت ب 24 وهذه كنت مليون و 24 مليون هذه البيضه مليون و 24 وهذا مليون و 16 يعني جوج بهم جوج ملايين و 40 شحال ثابته فيهم؟ ثابته فيهم اخويا كله واش كاع قول لنا اللي رضاتك شويه اللي بان لك الثمن كله واش كاع لا الاخر 20 مليون جوج وعشرين ثابته جوج وعشرين الخ الله يسخر وجبتي سير اسيدي شحال ثابته سيدي لا السلام عليكم شحال اسيدي ثابته شحال؟ مليون وعشرة الله يسهل وجبتي سير شوفوا معكم هاد العجيله هادي شحال شاي ثابته فيها شحال ثابته سيدي شحال ثابته؟ واش المعدن؟ لا قول لنا الثمن الناس كيسولوا على الثمن لا كرة التليفون ربما شي واحد يتصل بك شحال تقول مليون و10 قال مليون و10 سنان الحليب شحال ثابته؟ شحال ثابته؟ شحال ثابته سيدي شحال؟ شحال قطعه شحال؟ واش داق؟ تا مليون و10 سيتي